السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الأبعاد والدلالات لإعادة إنتاج منظومة النظام السابق العسكرية خارج سيطرة السلطة الشرعية والدور المحتمل لهذه القوات محليا في ظل علاقتها الإقليمية. قالت مصادر عسكرية أن ميناء ومدينة المخا شهد على مدار الأسبوع الجاري عمليات إنزال يومية لقوات وآليات عسكرية ضخمة تابعة لطارق صالح، وبحسب شهود عيان فإن القوات التي وصلت من البحر مجهزة بعتاد كبير وآليات عسكرية نوعية. مصادر مطلعة أكدت أن الألوية العسكرية الثلاثة التي اكتملت جاهزيتها في المخا جاءت من معسكرات عديدة في مناطق مختلفة توافد إليها المقاتلون من كل المحافظات، وخاصة ضباط وصف وجنود ما كان يعرف بالحرس الجمهوري. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هو الدور المتوقع لهذه القوات، وكيف ستتعامل الشرعية مع قوات تقاتل بأجندات وولاءات خاصة، ولماذا اختارت هذه القوات المخا بالذات مقرا لها، وما علاقة هذه بالمساعي الإماراتية في اليمن. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. إعادة إنتاج المنظومة العسكرية السابقة رهان جديد للتحالف العربي لحسم معركة الساحل الغربي وما تبعها من مناطق، وهو توجه بدت ملامحه الأولى بعد ظهور نجل شقيق صالح طارق محمد صالح الذي ظلت التكهنات تتحدث عن مصيره بعد مقتل عمه. عاد اسم طارق الذي كان يقاتل في صف الحوثيين للظهور ضدهم مؤخراً، كان ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي دعمه للتشكيلات العسكرية التي سيقودها طارق ضد ميليشيا الحوثي، وهو تصريح أثار غضب الشارع الجنوبي المناهض لإعادة إنتاج نظام صالح الذي تسبب باجتياح الجنوب ذات يوم. في الجديد أكدت مصادر محلية اكتمال جاهزية ثلاثة ألوية عسكرية في مدينة المخا التي شهدت على مدار الأسبوع عمليات إنزال يومية لقوات وآليات عسكرية ضخمة، اتضح فيما بعد أنها قوات تابعة لطارق صالح ويطلق عليها ألوية حراس الجمهورية. المصادر ذاتها قالت إنه من المتوقع أن يستمر وصول ألوية عسكرية أخرى تابعة لقوات طارق إلى المخا استعداداً للمشاركة في معركة وصفت بمعركة تحرير اليمن. وعلى الرغم من عودة طارق إلى واجهة الأحداث إلا أن متابعين اعتبروه ظهوراً لا يؤثر في مسار العمليات العسكرية بقدر ما يمكن أن يؤدي دوراً محدوداً يعتمد على ما تبقى لديه من قدرة على التواصل مع شخصيات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لكن في المقابل يجد عسكريون أنه لا وجود لأي دور يمكن أن يلعبه طارق في الوقت الحالي، لأنه لو كان قادراً على فعل شيء لفعل ذلك قبل هروبه من صنعاء. لم يعترف طارق بشرعية الرئيس هادي بعد ظهوره في شبوة، ولم يعلن حتى انضواء تشكيلاته العسكرية لصف الشرعية، بل إنه عاد قائداً في القوات الموالية لعمه والتابعة للتحالف العربي، وهو ما وضع تساؤلات عديدة حول توجه التحالف العربي الجديد لحسم المعركة خارج لواء الشرعية وقياداتها، ووضع تساؤلات أخرى حول بناء قوات قتالية غير نظامية تتبع أشخاصاً لا مؤسسات. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي من الرياض. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. سعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. مرحبا بك. في البداية لو تحدثنا عن كيف تتابع التجهيزات لهذه الألوية العسكرية في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح وبعيدا عن الشرعية. أولا قبل كل شيء أحب أن أقول أنه يتم المبالغة في تنظيم هذه الألوية، يعني أخذت بعد إعلامي أكبر من الحجم الطبيعي لها. أتصور أن عدد الأفراد الذين أضووا تحت ما يسمى ألوية طارق أو الحرس الجمهوري أو أي شيء من هذه المسميات أنهم لن يتجاوزوا 4 إلى 5 ألف مقاتل، وهذا العدد وهذا ضمن الحملة الإعلامية لإعطائه دور أكبر من حجمه. على فكرة ليست المشكلة في الألوية ولا عدد الألوية، المشكلة في طارق نفسه وخبراته القتالية. المعركة الوحيدة التي خاضها في حياته كانت يومين وخسرها بسهولة،
رغم انه كان لديه 1000 مقاتل ويدافع عن حي صغير. ولو تلاحظ ان الشباب تعز صمدوا بدايه الحرب يعني بدون باسلحتهم الشخصيه وقاتلوا قتال ولم يستطع الحوثي ان يستولي على حي من احيائهم. بينما في صنعاء الخبره القتاليه كانت محدوده لطارق عفاش. اضف الى ذلك عندما ياتي الناس يقولوا ان طارق عفاش رجل اكاديمي ورجل كذا وخريج كليه عسكريه، الحقيقه انها اكاديميه شكليه، فانضمام أسرة علي عبد الله صالح للكويت العسكرية كان حاجة شكلية لأعطاهم الشهادات، يعني لم يكن لهم دور فاعل. فلا أتصور أن يكون له دور عسكري حاسم أو كبير، لكن قد يكون له دور محدود في جبهة الساحل الغربي. اسمح لي أخي الكريم أن أعود إلى بداية ظهوره. كان يفترض أنه ينطلق من مديرية مريس عبر محور مريس دمت الرضمة يريد، وكانت هذه المنطقة إلى حد ما فيها حاضنة شعبية له. لكن المقاومة في مريس وقيادة اللواء 83 رفضوا، وعندما تحرك عيدروس الزبيدي بنفسه في زيارة لمريس لمحاولة إقناع قيادة محور مريس نتيجة أنها مجاورة للضالة ومحاولة الضغط على مقاومة مريس، قالوا له ماذا سوف نقول لأبناء الشهداء؟ أكثر من 200 شهيد وحضروا في حدود 1000 جريح التي أعطتها مريس، وكانت قوات ضبعان أنت تعرفها كانت متواجدة في هي التي قتلت أغلبها. صحيح. نعم. فتم الاتجاه إلى الضغط على القوات الموجودة في الساحل الغربي، ولعل طارق اختار هذه الجبهة أو تم اختيارها له لتحقيق انتصارات. اولا كانت هذه الجبهه تحقق انتصارات ولو بطيئه ولكنها كانت تحقق انتصارات. طيب، ولكن سيد عبد العزيز، الا تعتقد بانك الان يعني ظهرت وكانك تقلل من اهميه هذه الالويه العسكريه التي تقود طارق رغم التسريح النوعي الكبير والدعم المباشر من قبل الامارات العربيه المتحده له؟ انا اتيك بهذا يعني جاي لك على هذا الامر. نعم. اتجه لجبهه الساحل الغربي يمتاز على انه ارض منبسطه سهله. تم تزويد هذه الألوية بحوالي 60 دبابة نوكلير فرنسية، وهذه الدبابة لا تعمل إلا في الإمارات ولا تعمل إلا في فرنسا. نعم. وهي إلى حد ما أقل كفاءة من الدبابات الروسية اللي هي T-55 و-62 و-72 وغيرها. كونها صنعت خصيصا للإمارات يعني إلى حد ما، وتم التعديل فيها حتى تناسب أجواء الشرق الأوسط. عودة إلى قوى طارق، سوف تم تزويده بدبابات فوكلير وتم تزويده يعني بمجموعة كبيرة من المدرعات، وسوف تكون فاعلة في حدود الساحل إلى حد ما بتغطية كبيرة من الطيارات، وسوف يتم تهويل وتهويل الانتصارات يعني أو تصديم الانتصارات إعلاميا لمحاولة عودة أسرة عفاش إلى الواجهة الأحداث في اليمن. نعم. طيب سيد عبد العزيز، ابقى معي نشرك معنا في الحديث من تعز احد القاده العسكريين الميدانيين في محافظه تعز العقيد معاذ الياسري. مرحبا بك عقيد معاذ. مرحبا اخي الكريم، اهلا وسهلا بك وبالاخ عبد العزيز. اهلا بك. انتم كجيش وطني في تعز والمخا والخوخه، عفوا المخا والساحل الغربي باب المندب، يتبعكم يعني اداريا ويتبع محور تعز، ما هو موقفكم من إنشاء هذه القوات خارج إطار الشرعية ولا تعمل وأنتم في ظل الشرعية؟ ربما كل له يعني مسار آخر، طارق جاء بدعم إقليمي بعيدا عنكم وعن الشرعية في تعز. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، جاء التحالف العربي منذ البداية لنصرة الشرعية ولمساندة الشعب اليمني. نعم. ضد الانقلاب، ضد الحوثيين. القوة التي أنشئت في الساحل الغربي أنشئت بإشراف مباشر من قيادة المنطقة الرابعة وبقيادة اللواء الركن فضل حسن، وهو في من الحين الأخرى يزور تلك الألوية، ولم يصدر منه أي تصريح حتى الآن يضم هذه القوة أو ينفي أنها تتبع الشرعية. القوة تتبع المنطقة الرابعة في الساحل الغربي،
ولكن عقيد معاذ، عقيد معاذ، يعني انت الان عقيد معاذ، الامر واضح جدا، الامر واضح جدا، وطارق صالح لا يعترف بالشرعيه ولا يعترف بالقوات التي تتبع الشرعيه، هو طلب ان تكون له الويه خاصه وتم دعمه بصوره مباشره، وهي تعمل ايضا بصوره منفصله عن القطاع، عن قطاع الشرعيه، كيف تقول بانه لم يتم الاعلان عن ذلك؟ اخي الكريم هناك توافد، اخي الكريم هناك توافد من قوات الحرس الجمهوري المواليه للشرعيه تماما. نحن على تواصل مع زملائنا خريجين الكليات العسكريه، يعترفون بالشرعيه ويعترفون بقيادة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، وهم الآن يعيدون جاهزيتهم ليدخلون ضمن المواجهة تحت قائد تحت قيادة العميد طارق الذي لا يعترف بالشرعية ولا يعترف بالرئيس. بغض النظر عن الأسماء عن طارق وغير طارق، نحن لنا علاقة بقوات الحرس التي يتم تجميعها كائن من كان الذي يقودها، أهم شيء أنهم يتبعون الشرعية وسيقاتلون عدو واضح، عدونا الجميع هو الحوثي وليس لنا عدو غيره في هذا الوقت. إذن أنتم في الجيش الوطني؟ نعم جميعا. أستاذ عقيد معاذ، عقيد معاذ، إذن أنتم في الجيش الوطني الذي جاء يغير؟ نعم عقيد معاذ، معذرة على المقاطعة، أنتم الآن إذن في تعز الجيش الوطني لا توجد لديكم أي مشكلة، إذن العدو واحد هو ميليشيات الحوثي، طارق ومن معه كلكم في معركة واحدة حتى لو يعمل خارج إطار الشرعية، هذا ما تريد القول؟ لا أدري إن كان يعمل هو خارج إطار الشرعية، لكن من يتم تجميعهم من قوات الحرس الجمهوري يتممون مساء وصباحا لعلم الجمهورية اليمنية ويهتفون بالجمهورية اليمنية وبالشرعية. الحرس الجمهوري عقيد معاذ، عقيد معاذ، عقيد معاذ، أن عدوهم الحوثي، عقيد معاذ، هذا الذي تتحدث عنه الذي كان يهتف للعلم الجمهوري، عقيد معاذ، عقيد معاذ، من تتحدث عنهم كان هناك ألوية، يعني عشرات الألوية من الحرس الجمهوري التي تهتف للجمهورية اليمنية وتحيي العلم الجمهوري وتهتف بالروح بالدم نفديك يا يمن وتردد النشيد الوطني في صباح كل يوم، هي من سلمت المعسكرات والدولة بما فيها لميليشيات الحوثي، كيف يمكن أن أمنها مرة أخرى؟ سيدي مع سيدي قوات الحرس الجمهوري السابقة انتهى أمرها وتناثرت، أنا أتحدث عن تقريبا حتى الآن بحدود 3000 قاتل من جاءوا وتحملوا أعباء السفر والويلات، وبعضهم يعني جاء سرا وخلسا خوفا على روحه وترك خلفه أولاده وكذا، جاءوا قطعوا المسافات تهريب، ومنهم بطرق إخفاء وتمويه حتى وصلوا إلى عدن. لماذا تحملوا هذه كل الصعاب؟ لماذا لم ينضموا إلى الجيش الوطني في مأرب، الجيش الوطني في تعز، الجيش الوطني في عدن، الجيش الوطني في الجوف؟ تماما نحن نتحدث عن قوات حرس جمهوري تعمل تحت إطار الشرعية وتحت قيادة المشير ضرب منصور هادي. نعم نعم، هؤلاء من تتحدث عنهم لماذا لم ينضموا إلى مأرب؟ لماذا لم ينضموا للجيش الوطني في تعز؟ لماذا ذهبوا فقط عندما دعاهم طارق ليكون لهم معسكر بعيدا عن الشرعية ويعملون تحت راية شخصية ربما هي البحث عن الانتقام فقط وليس البحث عن عودة الدولة؟ سيدي لنكون واضحين، من سيعطيهم الإمكانيات إن ذهبوا إلى مكان آخر؟ نعم لنكون هيك، لماذا لا نعترف بهذا الشيء؟ هناك قوة قيادة التحالف العربي في عدن هي مسؤولة عن المنطقة الرابعة. التحالف العربي جاء لنصرة الشرعية، قيادة التحالف مسؤولة عن المنطقة الرابعة. قيادة التحالف العربي أبدت استعدادها لتجديدهم ودعمهم لمواجهة عدو الجميع. لماذا لا يدعمونكم أنتم في تعز؟ لماذا لا يدعمونكم أنتم في تعز 3 سنوات ولم يتم تحرير تعز وهي المدينة التي ربما لو حصل دعم حقيقي لم تتجاوز أيام ويتم تحريرها؟ قدمت قيادة في دعما إن ظهر للإعلان بالشكل الواضح الحقيقي والذي يتستر عنه بعض القادة الموجودين في تعز، إن أبدوا ما قدم لهم من قيادة التحالف العربي منذ 2016 إلى اليوم لكفى لتحرير اليمن. أين دعم التحالف منذ بداية انطلاق عاصفة الحزب؟
إذا أنتم لم تقصر قيادة طيب التحالف عقيد العربي بعدم بدعمها. عقيد معاذ، لكن التقصير هو من عند أنفسنا. تمام، إذا اسمح لي أعود قيادة للخبير. نعم بتعز. نعم نعم قيادة نعم عقيد معاذ، تصور أن القوات التي تتجاهل لا تتبع الشرعية، ونحن نقول قيادة التحالف العربي جاءت لنصرة الشرعية، والقوة التي تتجاهل الغربي هي التي ساعدتنا لتحرير معظم المناطق داخل جبهات تعز الداخلية، ولها الفضل في ذلك في تخفيف الضغط على الجبهات الداخلية داخل تعز. نعم، طيب عقيد معاذ اسمح لي أن أعود للخبير العسكري السيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، ربما سمعت ما دار بيني وبين العقيد معاذ الياسري وهو أحد قادة الجيش الوطني في محافظة تعز. لا مشكلة، الجميع، الأهم أن يتم تحرير البلاد من ميليشيات الحوثي والعدو واحد، وهذه القوات هي تتبع الشرعية وتعترف يعني وتردد النشيد الوطني وتضرب التحية للعلم اليمني كل يوم ومدعومة من التحالف العربي. ما رأيك أنت؟ يعني كيف يعني تحيي الجمهورية اليمنية وترفع العلم ولا تعترف برئاسة بقيادة الرئيس هادي؟ أخي الكريم، أنا ما فيش معي مشكلة بأي ألوية أو ميليشيات تقاتل الحوثي، لكن المشكلة ماذا بعد لو تحررت صنعاء؟ ما دور هذه القوات التي لا تعترف برئاسة الجمهورية ولا تعترف بالشرعية؟ يا أخي الكريم، اغلب الذين نزلوا الذين ينزلوا يعني سرا كما قال العقيد معاذ، نعرف ناس كثير نزلوا من طريق جري، من رضمه، من رئيس، مروا على النقاط الحوثيه ولم يسمح الحوثي، وكان بامكان الحوثيين يعتقلون في الرضمه او في جريم او في دم، سمحوا لهم. ثاني حاجه العقيده القتاليه يعني يقاتلوا من اجل الانتقام من علي عبد الله الصالح، هذا فرضا، اوكي ما عندك مشكله، فليكن انتقام علي عبد الله الصالح، لكن القوات هذا ما لا بعد هي طبعا دورها محدود، انا اقول دورها ومكانتها وعددها وقدراتها محدوده جدا، يعني هم لا يتجاوزوا 4000 مقاتل، لكن سوف يتم تضخيمهم اعلاميا وتكبير انتصاراتهم ونوع من البهرجه الاعلاميه. طارق يعني قلت لك يعني كيف وصل الى ما وصل اليه كقائد لهذه القوات، لم يصل بكفاءته اصلا حتى الى منصبها السابق في ايام يعني عبد الله الصالح، يعني نحن نكرر نفس الاخطاء السابقه، ليس لدي مانع من ان يقاتل لكن ويعطى له مكانته، لكن الغرض من اظهار طارق عفاش ودعمه ومساندته الغرض ليس عسكري بحت وانما سياسي. اذكر الاخ معاذ كم عدد الدبابات الموجوده في تعز؟ لا يتجاوز 10 دبابات، بينما 60 دبابه تعطى لل 4000 مقاتل تستطيع ان تصل فيها الى الحديده، وسوف يتم تسخير له كمية يعني الطيران العمودي سوف يشارك بفعالية لإظهارك كبطل دومي، مرحبا به كبطل، لكن ليس على حساب من قاتلوا وبذلوا دماءهم من البداية. الجميع هؤلاء كلهم كانوا إلى قبل 4 شهور وهم يؤدوا الصرخة، الآن تحولوا لأنه تحول الرمز حقهم، تحولوا إلى جمهوري فجأة. لا يا أخي الكريم، ضروري يعلن بصراحة، ما فيش مشكلة يقاتل الآن، لكن إذا لم يعترف بعبد ربه منصور هادي كرئيس الجمهورية فنحن أمام المشهد الليبي الآخر. كلهم اتفقوا على إزاحة القذافي وقوات القذافي، وعندما تم تحرير طرابلس دخلوا في حرب أهلية لأنها كانت الولاء للأشخاص وليس للدولة، وبعدين تدخلت بعض الدول الإقليمية لدعم خليفة حفتر. الآن ليبيا منقسمة عاصمتين ورئيسي وزراء وجيشين وحكومتين، نحن أمام مشهد آخر لحرب أهلية. أن يتقاتل الجيش الوطني مستقبلا مع قوات طارق، يجب أن يعلن طارق ولا أهل رئاسة الجمهورية، وما لم يعزل الأخ العقيد معاذ مع كافة احترامي وتقديري له، يقول كثير من قيادة الحرس الجمهوري يعني معلنة ولا أهل الشرعية، أهلا وسهلا، يتم تعيين واحد منهم يعني قائد لهذه الألوية، لماذا طارق عفاش؟ لماذا يعني نستجير الماضي؟ لماذا لا نتشبث بهذه الأسر؟ هؤلاء الافراد يا اخي الكريم لو كانت لديهم كفاءه عسكريه ما سقطت يعني صنعاء في 3 ايام او الهزم في 3 ايام. اذكر الاخ العقيد معاذ جبل جره في بدايه الحرب ما الذي دافع عنه؟ وكانت يعني قوات علي عبد الله الصالح وقوات الحوثي تضربه وتكسوه ليل ونهار. لماذا لم يصمد؟ لعدم وجود كفاءه عسكريه، لعدم وجود عقيده قتاليه.
هم عندما الحوثي ضغط عليهم سار وسقط، ولو عاد علي عبد الله صالح على الحياة وعد السرقة لصرخوا فلسل. نحن نريد جيش وطني لا يتبع أفراد ولا يتبع أشخاص، نريد جيش يتبع الدولة. نعم. يتبع الشرعية. طيب. ما لم فإن المشهد لو تحررت صنعاء غدا وتصارع الجيش الوطني القادم من معارض من نعم. مارب مع جيش طارق، هذا حقيقة لا يمكن إنكارها. طيب سيد عبد العزيز، إذا نقاط مهمة عقيد معاذ الياسري ذكرها الخبير العسكري الأستاذ عبد العزيز. إذن لماذا لم يكن يتم اختيار أحد القادة التابعين لحرس الجمهورية لقيادة هذه الألوية؟ لماذا طارق صالح وإعادتهم من جديد؟ هذه النقطة. النقطة الأخرى، هذه القوات بعد التحرير إلى أين ستذهب؟ ربما هناك سيناريو لخلق حفتر آخر في اليمن وستبدأ معركة أخرى لا تعترف بالشرعية ويحدث انقسام وقتال بين الجيش الوطني والجيش والألوية التي تتبع طارق صالح. سيد الفاضل، أنا أتفق مع الأخ عبد العزيز في بعض النقاط، لكن أحب أن بداية أنوه إلى كلمة ذكرها هو. هناك من زملائنا في سبول الحوثي تم اعتراضهم في يريم وفي نتجاوز وفي هذه النقطة عقيد معاذ نتجاوز هذه النقطة ونذهب للنقطة الأهم. لماذا لم يتم تعيين أحد القادة العسكريين من الحرس من هذه الألوية؟ ميليشيات الحوثي وهم ضباط من الحرس الجمهوري. الحوثيين يعترضون من ينزل إلى عدن للانضمام إلى القوات التي يتم تدريبها. أي أنتم الألوية للحرس الجمهوري؟ نحن نرى ألوية للحرس الجمهوري. هناك أنا تكلمت، هناك ما يقارب 2,000 أو 3,000 من وصلوا ويتم إعادة جاهزيتهم. أنا لا أدافع عن العميد طارق وليس ولا وكلا كقائد عسكري برأيي الشخصي لا أمانع أن يكون أحد القادة الذين سيقاتلون ضد الحوثي. وبنفس الوقت أنا لم أرى ولم أسمع منه حتى الآن أنه لا يعترف بالشرعية، لم يصرح لا بحساباته الاجتماعية ولم يصرح عبر وسائل الإعلام. هذا كرأي. ما أتفق مع الأخ عبد العزيز أن قوات الحرس الجمهوري كانت في بداية الأمر تقاتلنا في جبل قرة، تقاتلنا في 40، تقاتلنا في كلابة، وعندما يعني حدث الخلاف بين الزعيم الراحل وميليشيات الحوثي وجدنا قوات انسحبت فعلا من تعز وتركت فراغات كبيرة. الحوثي الآن متشتت في تعز، يعزز من قبائل أخرى، والدليل في ذلك يعني تحرير الصل وتحرير مناطق باتجاه مقبنة. الحوثي أصبح ليس له شريك الآن. طيب عقيد معاذ، نعم عقيد معاذ اسمح لي. نعم هناك النقطة أخرى وهي لماذا لم تقدم دبابات لمهابرة تعز؟ أخي الكريم، نحن جلسنا على طاولة مشتركة إحنا والقيادة الحالية في محافظة تعز، طلبنا منهم وقلنا لهم إن كان هناك يعني سوء تفاهم أو عدم قبول لبعض القيادات في تعز من التحالف العربي كونهم يتبعون أحزاب معينة أو كذا أو طوائف لا ترغب قيادة التحالف في التعامل معها. هناك قيادات أخرى لهم علاقة بالتحالف، يجب أن يلتف حولهم جميع أبناء تعز لظروف المرحلة، لنتجاوز كل الخلافات التي ما بيننا، لنقبل بأي إنسان يتعامل مع التحالف، ليتم دعمنا بالشكل بمعدات ثقيلة. نحن ينقصنا المعدات الكاسحات الغام المدرعات والدبدوب، هذا ما ينقصنا في تعز. طيب. لكن أبو بعض القيادات في تعز يتمسكوا بمراتبهم ويكون لهم هم الفصل والنهي. طيب عقيد معاذ، نعم ما جعل تعز تتأخر في نعم. تحريرها يتحمله بعض القيادات الأنانية التي تتربع على عرش المسؤولية وعلى القرار في تعز. طيب عقيد معاذ، نعم وضحت هذه النقاط جميعها. عقيد معاذ لضيق الوقت، كما أحسنها إخواننا في مأرب، إخواننا في الجنوب، إخواننا في شبوة، إخواننا في عدن،
نحن في تعز نعاني من مشاكل داخلية. طيب عقيد معاذ اسمح لي، عقيد معاذ إذا تكرمت، إذا تكرمت اسمح لي، الوقت انتهى. من العربي. عقيد معاذ الوقت انتهى، اسمح لي ان نشرك معنا في الحديث الان في الدقائق الاخيره مع الصحفي وسام محمد. استاذ وسام مرحبا بك، ويعني ان كنت قد سمعت ما قاله العقيد معاذ الياسري، المشكله في ابناء تعز انفسهم، المشكله بقياده الجيش الوطني وفصائل الجيش الوطني المتواجده في تعز وليست في التحالف. لو كان هناك يعني اهتمام كبير وصدق واخلاص مع تعز، ربما لتحررت تعز من 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 السنة الأولى، وما وصل إلى تعز من دعم ربما لحرر الجمهورية اليمنية بأكملها. عقيد معاذ، عفوا وسام، وسام محمد، ربما فقدنا الاتصال بالأخ وسام محمد. إذن ربما أوجه هذا التساؤل للخبير العسكري والاستراتيجي عبد العزيز الهداش، ما رأيك أستاذ عبد العزيز؟ الذي وصلت يعني الدعم محدود يعني، ويأتي على دفعات يعني متباعدة، يعني تصور يعني مواصلتنا مع بعض قيادة الجيش الوطني على أنهم اشتروا أحيانا ذخيرة الدبابات يعني شراء، كما أن هناك أطراف يعني ربما إقليمية وربما محلية تسعى إلى شق الصف على شق صف الجيش الوطني في تعز. ثانيا ما ذكره الأخ أن بعض فصائل الجيش الوطني تريد أن يكون لها الأمر والنهى، هذه القيادات تم تعيينها رسميا من قبل رئيس الجمهورية، وكما أنه يستطيع إقالتها في أي وقت إذا أصبحت يعني حجر عثرة في طريق تحرير تعز. يا أخي الكريم، حرب الشوارع التي خاضوها شباب تعز هي حرب مريرة جدا، وحرب الشوارع هي أصعب أنواع الحروب، وأذكر الأخ معاذ بحرب لينينغراد أو ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية، الجيش الروسي خاض مع الجيش الألماني حرب استمرت سنتين، وكانت بداية انكسار ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. لكن هذه داخل المدن تحتاج مدرعات بدل يعني القناصين، هم الذي القناص يستطيع ان يضرب المشاة بطلقه او الافراد، لكن كانوا بحاجه مدرعات لحمايه الشباب لتحرير تعز. لكن هذا داخل المدينه، لكن خارج المدينه تحتاج او الفضاءات المفتوحه تحتاج الى مدفعيه ودبابات. كم عدد دبابات الحوثي والحرس الجمهوريه التي كانت تحاصر تعز او منتشره في ارياف تعز او في مديريه تعز، وكم الدبابات التي يمتلكها رجال الجيش الوطني في تعز؟ الفضاءات المفتوحه تحتاج الى دبابات، تحتاج الى مدفعيه، فلا اظن ان التحالف كان قد اوفى بعهده في هذا يعني في مجال دعم تعز بالسلاح الثقيل وبالدبابات، وحتى في كاسحات الالغام، كم كاسحة الغام تم تزويد تعز بها مقارنة مع غيرها من الجبهات؟ كم عدد المدرعات التي أعطيت لمقاومة تعز مقارنة بغيرها من الجبهات؟ إذا كان الأخ معاذ يتكلم عن طلقات الرصاص والذخيرة حق الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، هذا ما هوش دعم، احنا بحاجة للسلاح ثقيل، يعني داخل المدينة تقريبا أغلب المدينة محررة، لكن خارج المدينة ماذا؟ ضروري دبابة تتحرك. طيب ودروع تتحرك. طيب أستاذ عبد العزيز، حتى نعود لموضوع حلقتنا، سؤال أخير فقط الآن، برأيك هل هذه القوات ستحدث فعلا تغييرا وانتصارات حقيقية؟ لا سيما والجميع يتحدث على أنها مشكلة من جميع محافظات اليمن وسيكون لها دور كبير في تحرير اليمن وليس الساحل الغربي فقط. لا يا أخي الكريم، هذه جوقة المطبلين، يعني الذي ذكروا مثلا اليوم أن عددها 20,000 وأنها مشكلة من أغلب مش عارف إيش كذا، كل كلام فاضي. الحرس الجمهوري كله ما كانش مشكل من جميع من كل محافظات اليمن، كان من محافظات محدودة ومن مديريات محدودة، ما لا 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 نفصل هذا الاعتبار. هذه القوات سوف يكون لها دور في تحرير جزء من الساحل الغربي، وسوف يكون الدور الأكبر للقوات المتواجدة السابقة التي حققت انتصارات، ولكن سوف يتم تجيير الانتصارات أو تأويل الانتصارات لطارق عطاش من باب أن يلعب دور سياسي أو عادة الهدف السياسي أكثر مما هو عسكري، لا ليس إلا، لكن قد تلعب دور محدود يعني في الساحل الغربي.
أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، كنت معنا من الرياض. وعودة أخيرة للعقيد معاذ الياسري أحد قادة الجيش الوطني في تعز. عقيد معاذ، إذن الآن السؤال الأهم الآن برأيك، هذه القوات هل تعتقد بأنها ستكون سند للجيش الوطني، سند لكم في تعز وسند أيضا للجيش الوطني والمقاومة في تهامة، أم ستعمل في ظل قيادة لوحدها ولا علاقة لها بكم؟ سيدي الفاضل، نحن نتفائل بالخير، والقوات التي في الساحل ليس كما يروج الناس أنها 20,000 أو كذا، القوات معروفة ونحن نزورها وعلى تواصل مع مغلب القادة في الساحل الغربي، ونحن على ثقة تامة بأن قيادة التحالف العربي الممثلة في عدن أنها ستسعى إلى تحرير الحديدة والتقدم بالاتجاه الآخر باتجاه البرح واتجاه تعز. نحن على ثقة تامة وعلى تواصل مستمر معهم، وندرك تماما ما يقومون به من جهد عظيم وجبار لدعم قيادات الجيش الوطني في تعز، وهمهم وشغلهم الشاغل أصبح في الفترة الأخيرة هو تحرير تعز، وطلبهم لما بين الحين والأخرى لمعظم قادة شكرا تعز. لك عقيد معاذ، هم يسعون لتحرير تعز ولبذل يعني وضحت وانتهى الوقت. عقيد معاذ الياسري شكرا لك، لضيق الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك العقيد معاذ الياسري احد قادة الجيش الوطني في تعز، والشكر ايضا للخبير العسكري عبد العزيز الهداش كان معنا من الرياض، والشكر ايضا للصحفي وسام محمد الذي لم نتمكن ان نتواصل معك، قد اتصلنا فيه لكن فقدنا به الاتصال. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحية ومعد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، ألقاكم على رأس الساعة. السلام عليكم.